فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل إذا أتيت إلى الصفا والمروة في البداية أذكر الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، هل أذكرها كاملة أم أكتفي ببدايتها؟ تقرأ الآية عند طلوعك إلى الصفا من باب الصفا، إذا خرجت من باب الصفا متوجها إلى جبل الصفا فإنك تقرأ الآية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.